لك يا سمير، عايزين نعمل الاعلان، الكرش طلع موضه، هنبوظ المنتج كده. سمير مش عارف، هشوف اي حته ان شاء الله اعمل الاعلان في الشارع. بونجور. ثواني يا سمير. بونجور، صباح الخير. صباح النور. اتفضل حضرتك، شركه الحلواني للانتاج الفني. ايه ده، انتوا بتعملوا اعلانات؟ ايوه. حمدك يا رب، دي حاجة حلوة خالص. شكرا. ولو عايز بدل برضو، شاف حضرتك مهتم بالبدلة برضو، ايه عاملين بدل برضو كمان. اه حلو ده. اه ده بقى عشان لو عايز نظارات. اه فاتحين برضو، احنا فرشة برضو عندنا نظارات برضو. حلو ده. خلاص. ما عندكوش كبات؟ لا عندنا كبات برضو. امال ايه. شكرا. اهو ده حتى بص جايب لها كاب اهو. جميل. جميل جميل. خد ده برضو اهو، برضو خده برضو. خلاص. يعني عشان برضو يبقى معاك كله. الحمد لله. ايوه. الف شكر. شكرا. هشرفكم ان شاء الله. شكرا. بس انت بتعيط على ايه دلوقتي؟ اعمل ايه، ما انت جايبني فيلم كوميدي بدل ما تجيبني فيلم رومانسي. اعمل ايه يا حبيبتي، ما انا جايبك فيلم كوميدي عشان تضحكي، بحب اشوف ضحكتك. لما انت استكفايم غلط، احنا اصلا عيله عكسين الموضوع، يعني اي حاجه بتعيط بنقعد نضحك، واي حاجه بقى بتضحك نقعد نعيط. يا لهو، ده انت لو حضرت لنا عزا بعد عنا تلاقينا فارطين في الارض كده مسخسخين من كتر الضحك. مسخره. ده انتوا عيله عبيطه بقى. وبعدين ده اسمه حبيبتي اضطراب في الغدد. اقعد يا اخويا، انت تتريق علينا. انت ايه الكاسكته اللي انت لابسها دي اصلا؟ ها، هو انت كمساري؟ انا مش قلت لك 100 مره ما تلبسهاش؟ انا بدات اتشائم من امه، وبعدين دي زمانها مزيته وعرقانه وحالتها نيله. احترم نفسك، اوعي تتريق على الكاسكته، دي جزء من تاريخ السينما المصريه. عارفه الكاسكته دي مين اللي جابها لي؟ مين؟ الاستاذ عادل امام في فيلم حب في زنزانه. بجد؟ والكاسكته الثانيه اللي بلبسها على القميص الثاني جايبها لي مدام فاتن حمامه. الله، هي دي اللي هي الكاسكته الصغننه الصوف دي اللي هي كانت لطعها على دماغها كده في الفيلم بتاع بطاطس. بطاطس ايه يا عبيطه انت؟ وانا من الايام دي، انا جيت سعد وهنيدي والناس دي. يا صغنن، ما احنا كفايه بقى عمالين نلزق في كروق. في ايه؟ حسن ردد اهو. حسن ردد؟ ده اخوه اكيد. ليه واحد؟ مش ممكن، مستحيل. والله هو تعالى، مستحيل. ده ممثل ازاي بيمشي على الارض؟ المفروض يركب في الهواء. ايه اللي انت بتقوله ده؟ طب ما اختك فنانه هي وبتمشي على الارض عادي. فنانه ايه بس؟ احنا شفنا منك حاجه ولا شفناكي في حاجه؟ طب انا عايز اسلم عليه والنبي، عايز اتصور معاه، بحبه. عايزه تسلمي عليه؟ ايوه. هتسلمي عليه في ايه يعني؟ نخش عادي؟ نخش عادي. يوم في حياه فنان، الفنان الجميل حسن الرداد ضيفنا. ممكن تقولي بتقضي يومك ازاي يا حسن؟ والله انا يومي بحب ان انا دايما يبقى مفيد، يعني فبحاول اقسم وقتي على قد ما اقدر. اول جزء بالشغل على التمثيل وعلى المجال بتاعي، وجزء بحاول ان انا اديه لعيلتي. تالت حاجه بحب بقى الناس، الجمهور. الواحد اصلا ما يسواش اي حاجه من غيرهم. الواحد يعني دايما يبقى متواضع. صباح الخير عليكي احلى فنان. صباح النور. اهلا وسهلا. احنا في البرنامج ولا نعمل كات يا استاذه ولا نعمل ايه؟ لا خليك داير زي ما انت. ده يوم في حياه فنان، لازم نصور كل حاجه. ازيك يا حسن؟ ده انت مقلب؟ لا خالص. مقلب؟ لا خالص. ايه، انا لهفه الحلواني. انا زميله على فكره، يعني انا اشتغلت مع استاذ حسن قبل كده. انت ممثله يعني؟ انا ممثله. وجه جديد. اهلا وسهلا، ربنا يخليك. وانا ايمن، مدير اعمال استاذ حسن ابو علي. فعلا ايمن، فعلا مدير اعمالي. انت معانا في. انا معاك على فكره في حقي معاك، بس لسه ما خدتش اوردر. تحت امرك يا لهفه. لا انا فنانه، بغني وبمثل وبرقص وبعمل استعراض. وبمناسبه الكاميرات النهارده، انا كنت عايز اعلن ان انا كمان بكتب. لا بجد؟ وانا كاتبه لك فيلم على فكره. والله يعني يمكن. متواضع جدا لعلم حضرتك. انا متشكر. متواضع جدا، وهو بيحب الناس قوي. ربنا يخليك. بيحب لهفه ومعاها ان شاء الله في الفيلم اللي جاي. امال ايه؟ يا رب ان شاء الله. فيلم قريب. ايوني طبعا. هتعمل فيلم قريب مع لهفه؟ يعني لسه هو كلام. وعلى فكره انا ورثه الفن عن بابا. بجد؟ بس هو هيغير بقى بزنس التمثيل وهيتجه للانتاج، ودي شركه انتاج جديده هو عاملها. لو عندك اي اعلان اي حاجه. حلو. الحلواني انتاج الفني. مش عايز تسمع الفيلم ولا ايه؟ لا يا حسن، عايز احكي لك الفيلم. طب خليني احكي لك قصه الفيلم ده اللي كاتباه يعني. طب على الهوا عشان الناس تبقى عارفه الفيلم قبل ما تخش. الفيلم بقى بيبتدي على مشهد اكشن خطير، بينط من اسانسير وبيشيل البنت، حاجه رهيبه. وبعدين هو هيبقى باباه دكتور، بيسرقوا الثلاثه اللي العيانين اللي في العياده. ثانيه واحده. وبعدين بيختفي. انت كاتبه السيناريو ده؟ ثانيه واحده، ده فيلم زنقه ستات اللي انا عملته. مش نجح. ايوه يعمله تاني.
الله في ايه مش نجح افرح. أيوة نجح يا جماعه اديني فرصتي انا هو مش ده انا معلش يا لافه احنا اسفين زنقت ستات لحد هنا وخلاص انا بقول لك الثلاثه هيختفوا الثلاث بنات هيختفوا ده انت يعني وبعدين انا باجي انقذك انقذيني هو في خطر على حياتي ما هو دلوقتي بقى هنعمل بعد كده انا وانت اكشن مع بعض وهنمشي هنمشي هنمشي سلو موشن كتير هنعمل بقى اغنيه يعني احنا نمشي سلو موشن ايوه ما شاء الله دي عندها كمان رؤيه لا خلي بالك انا عامله لهم فيلم يعني هيبقى فيه اكشن هيبقى فيه استعراض هيبقى فيه كوميديا هيبقى فيه تراجيدي هيبقى فيه حاجات كتير جدا ما شاء الله ده فيه كل حاجه موجوده شاملة. في الفيلم طبعاً. يعني طبعاً. شوفي طبعاً. شوفي الناس مليانه في مواهب كتيره موجوده في المجتمع ما طلعتش لسه ربنا يخليك ما شاء الله يعني بتفكرنا بالنجوم بتوع زمان اللي شاملين نعيم عاكف والحاجات دي انا عايزه اقول لك حاجه يعني انا اصلا مش مصدقه ان انا واقفه قدام حسن اصلا والله انت قمر مش هيتربش انت قمر بس خليني انت بتتعاكس كده والله ما تعملي كاتو دقيقتين بس وبعد كده لا لا احنا نكمل احنا بنسجل لازم نكمل احنا هنتكلم قول لي بقى احكي لي من وانت صغير اللي كان اكيد كان ليك اصحاب هل صحابك دول فضلوا معاك لما كبرت ولا بقى عندك صحاب تانيين لا عنده صحاب تانيين طبعا انت تعرف صحاب منين امال ايه كان يعني بيأجر كوره ويروح يلعب لوحده حضرتك بقول لك ايه ايه شويه كده ونقوم هاخدك ونروح جنينه الاسماك لا يا اخويا انا مش هروح معاك جنينه الاسماك تاني ده انت اول ما بتشوف الجبليه بتنهار ليه شايفاني قرد قدامك قرد يا شقي ده انت قرد وعفريت كمان فاكر اخر مره يا راجل ده كان الامن خلاص هيطلعنا من الجبليه بفضيحه الامن جه عشانك انت خلاص ماشي معلش انت اصلا قعدنا كده قدام كده ليه مش قلت لك تاخد الصف الاخراني ايوه ما انا دخلت على شباك الحجز البت بتاعت الحوزات قالت لي العشر صفوف اللي ورا محجوزين ما عشان شافتك راجل كبير افتكرتك بقى ابويا ابوكي لم نفسك من ملف السعد طب بص يا سي سعد ايه رايك في الحلقه ده ايه الحلقه المخرطه اللي انت لابساها ده ده انا عامله لك هاند ميل هاند ايه ميل هاند ميل ايه ده انت جايبها من المناصره ده انا وحياه المصحف جايبه لك بقى من محلات اخر العنقود والبت لهفه مني 7 جنيه ونص عشان تكتب لك اسمك عليهم بالرمل شايف 7 جنيه ونص ايه ده انت جايبها من المحل بتاع كله ب 2 جنيه ونص يا اخويا هم بيبقوا كاتبين بره كده بس انما تخش جوه تتسحب بس يجر رجل الزبون ياخدوك بقى يسقعوك على قفاك تلاقيك ده فعلا الشيء الفلاني بتاع 20 جنيه ونص كده التيم الله يحرقك عشان عاملين مشهد تراجيدي تعملي كده فضحتينا الناس كلها بتعيط دلوقتي بص خليه يحكي لك بقى منط في النيل يا ايمن كنت ناسي الحكايه دي خالص فعلا انا مره كنا ماشيين واحنا صغيرين وبعدين مره واحده قلت له تراهني ايمن انا ممكن انط في النيل انا كنت بهزر بصراحه قال لي ما تقدرش فانا بصراحه ايه عارفه الواحد وهو صغير عنده كده يعني طبعا. حاجات فسخنت وبتاع ونطيت فعلا في النيل وتاخرت يوميها بقى وجالي برد وقعدت اسبوع في العياده شفت بقى لما كنا شافوك دلوقتي ما كنتش افتكرت الحاجات الحلوه دي طبعا لا هو الواحد اللي بيقابل صحابه بس طبعا عشان مشاغل الحياه احنا بنختفي وبنروح ونيجي بس اكيد اكيد يعني طيب حسن اكيد طبعا حسن اكيد كل بني ادم في الدنيا بيبقى عنده مواصفات لفتى الاحلام او فتاه الاحلام حسن الرداد فتاه احلامه مين انا بحب البنت الحقيقيه طبعا مش جرافيك يا ابني ثانيه واحده ثانيه واحده حبيبتي ثانيه واحده ثانيه يا سونسون دلوقتي الحقيقيه دي اللي هي ايه يعني زي كده لما انا دخلت على طول بكل جرأة وكأن حاجة بتشدني بتجذبني تدخلني على طول هنا بكل تلقائية هي دي الحقيقية يا سلام ده شرف ليا والله وانا هفكرك في يوم الايام هتشوفيها هتبقى حاجة كبيرة يا رب ان شاء الله باذن الله ربنا يخليك انا والله اتبسطت اني شفتكم هو ليه البرنامج بهتان كده حضرتك يعني في ايه عايزين اغنية استاذ ابو علي ده صوته ده ايه ده صوته جميل يعني حاجة عشان ينزل نقطع على اليوتيوب وننجح يلا يا حسن سمعنا حاجة انا ممثل يعني انا غنيت بس كده في الفيلم لا لا صوتك جميل ورقصه قمر وتجنن والله العظيم كنت تجنن طيب عايزين ايه نغني يا وحشني مين يرنى هتلاقي الدنيا جنة هتلاقي لعمة فتح واللي اقرص ام وغنى والله انا مبسوط انتوا عملتوا حلقه حلوه قوي قوي انا مبسوط جدا بيهم والله مبسوط بالحلقه بتاعتكم دلوقتي اكيد هتساعدها صح بليز حاضر اساعدك من عنايا الاثنين انت شوفي انت عايزه ايه وانا ان شاء الله انت معايا في المسلسل باذن الله ما عنديش شك في جدعنتك ابدا بجد ودلوقتي هوريكي استاذ حسن هيساعدنا ازاي يلا بقى فرق بقى في ايه فيلم كبير
مش راجل قريب ان شاء الله. انت مالك انت في المدينه يا ابني؟ ما تردش على الناس كده. ماشي ماشي ماشي. دي مكروت. اهلا وسهلا. ايه بصراحه معلش. ده اهلا وسهلا. ازيك؟ لهفه بطلة فيلم حسن الجديد. اه عبد الحميد الدقاق بطل العالم. يلا يلا ادي لي ادي ايه احلف له ايه؟ معيش كروت. اتفضل. سوري. لا فرق بقى فرق بقى واعمل بلقمتك بقى يا اخي بقى. حاضر 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 يا استاذ عبد الحميد. خلصنا تصوير الحمد لله. الكاميرات مقفوله. اه ثواني يا ريس. ثواني ثواني يا ريس. ناكل بقى ناكل. ده انا هاكلكوا حته دي. خد انا علي اسمك ايمن انا والجبن وتخش على الناس على طول. يا استاذ تذكرتك. لا ما انا مش عايز اتفرج على الفيلم. امال انت عاوز ايه؟ ده انا عاوزك انت. عاوزني انا؟ وهديك اللي انت عايزه. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ بقول لك ايه، امسك الكاميرا دي في ايدك. انا عايزك تسجل لي كل الافلام اللي بتتعرض عندكم هنا علشان عايز اعرضها في القناه بتاعتي، واخد بالك؟ حصري وقبل اي حد. قناه ايه دي؟ دي قناه زقلة تي في. لا اخاف اترفض. هيرفضوك بالداخليه. ده انا هعوضك وهظبطك وهنغنشك. لا 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 مش عايز فلوس. امسك بس. والله ما هاخد فلوس. لا لا لا. طب هاخد 100 بس. ده انت يعني جميل. قناعة فعلا حلوة. خد الكاميرا بقى. عايز ايه؟ تسجيل كده. طيب انا هصور لك صورة اتش دي هاي ديفينيشن. هاي ديفينيشن. بس اقسم بالله لو لقيتكم بتعرضوا الصورة البهتانة السوداء ديت هعمل معاك السليمة. طب احنا دلوقتي بقى لنا ساعتين يابا قاعدين قدام التليفون، الا لما حد اتصل يشتمنا حتى ولا يقول لنا اي حاجة. ما يمكن الحرارة مقطوعة. حرارة ايه بابا؟ ده موبايل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شركة الحلواني للإنتاج الفني؟ مظبوط. مع حضرتك حمادة الشبح، شاعر غنائي. أهلا وسهلا. ياللي تحب الجمال، فكك وسيبني في حالي، ده الحب سابني وداب في اللي تعبني ليالي، يروح فين الجمال وقلبي واجعني يا خالي. اقفلي الباب بسرعة يا لهفة وتعالي. سمعت حضرتك؟ طب ليه كده بس تقفلي باب الشهرة والمجد في وشي؟ استني يا لهفة بس استني. ده الواد ده جامد. شفت قال ايه من على الباب؟ اما لو دخل جوه هيعمل فينا ايه؟ قول لهم يا زميلي ده احنا هندغدغ الدنيا. انا بقى جاي هنا عشان انتوا تنتجوا لي الاغاني بتاعتي وندغدغ الدنيا. دغدغه يا نجم؟ فين بس الفلوس؟ فلوس ايه؟ مش انتوا اللي هتنتجوا لي؟ يا حبيبي ما انت هتدينا الفلوس احنا هننتج لك بيها. هو في انتاج ببلاش؟ اصل حضرتك يعني. بص انت روح حوش قرشين وتعالى ادهم لنا هننتج لك بيهم. خبطت باب المجد قالوا لي روح حوش. أتاريني ماشي غلط وإيديا بتلوش. كان نفسي أكون فنان وعالكل بيكوش. معلش بقى يا زميلي الدنيا بتهوش. روح انضف كده والبس هدوم وتروش. وهظبط الدنيا. وهتظبط الدنيا. شفت يابا؟ شفت الواد؟ الواد كسر الكافية في ثانية. بس والله العظيم الواد ده فنان يابا وبيعرف يقول أغاني عشوائية. شفت يا بابا؟ برودكشن يعني فلوس يا حبيبتي. الانتاج يعني موهبة يعني دماغ. هلو. ايوه فندم، هنا شركة الحلواني للانتاج الفني. حلواني بروش داش كاش كاش كان. نعم. طبعا اكيد. لا تحت امرك. اوي اوي اوي. اوكي نتقابل الساعة 6 في الشركة. حاضر. مع السلامة. خير. ده واحد عاوزني أعمل له إعلان للبضاعة بتاعته. أيوة بقى يابا البلية هتلعب وهتوصل للمجد. ده أنا معفن ده يابا اللي خلاك تيجي تعمل الإعلان بتاعه. إحنا فندم يشرفنا إنكم اخترتوا شركتنا عشان تعمل لكم الإعلان. ربنا يخليك يا فندم. بس أنا أول مرة أسمع عن شركة كاوما دي، بتعملوا إيه؟ شاي تخسيس. منتج لسه جديد مستوردينه من الصين. طب حضرتك عايز ايه في الاعلان يعني؟ اي حاجه، المهم تصور اي حاجه بسرعه. فندم احنا شركتنا تمتاز بالسرعه والدقه. حلو قوي. اهم حاجه بقى تحط لنا في الاعلان ان المنتج وزاره الصحه موافقه عليه. هي فعلا وزاره الصحه وافقت عليه؟ بص يا فندم دي هتبقى دفعه اولى من الاعلان، واول ما يخلص الاعلان هنديك الدفعه الثانيه إن شاء الله. تمام؟ إيه ده؟ شيك؟ شاي دودو يحمر خدوده. حلو قوي ده.
لا 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 مش هينفع مش هينفع كده يا جماعه، نلتزم الهدوء، هدوء لو سمحتوا. هدوء هدوء يا اخويا، ده فيلم كوميدي ما تضحكش يعني ولا ايه؟ ست تضحكي تضحكي بس وطي صوتك شويه، اكتمي الضحكه يعني. ايه ده راح فين راح فين؟ حمام. حمام ايه؟ لا امسك نفسك امسك نفسك. ايه ده ايه اللي بتعمله ده؟ يلا ابن حلال يا فندم، خش معايا في السيلفي. تعالى يا فندم. سيلفي الله يخرب بيتك، ايه اللي بتهببه يالا؟ بتسجل الفيلم يالا؟ انت فهمتني غلط اقسم بالله، دي كاميرا مراقبه انا عاملها عشان لو حد عمل حاجه كده ولا كده نعرف نجيبه على طول. هات الكاميرا دي. طب طب 10 دقايق 10 دقايق الفيلم قرب يخلص. اقول لك هات الكاميرا دي. 10 دقايق ابوس ايدك. اوعى اطلع بره، ما اشوفش وشك هنا تاني بره.